من ساحة سيرجيل ستوري بوسط ستوكهولم، نحن معكم متابعين طبق وبلد. اليوم في كونسرت كتير خاص بيعني اللي يمكن للشعب العربي كلياته بشكل خاص، لانه اليو ان لحقوق الانسان عم ترعى هيدا الكونسرت يلي عم يقدموه لاجئين من معظم البلاد العربيه يلي هي من سوريا من العراق. هذا الحفل نحن اصرينا وحبينا انه نحن ننقلكم اياه، ورح اقدم لكم مع هيدي المشاهد، بس اكيد طبعا نحن بعدين رح نسال العالم عن اكلاتنا. خليكم معي. شو هالفلوت الحلوة؟ ولا هيدي شو اسمها؟ ترومبيت. ترومبيت؟ اه حلوة. شكرا. انا ما بفهم بالالات الموسيقية عادي. انا كنت هيك انا كنت هيك عادي. شو اسمك؟ جير. انا كردي من العراق. جير؟ جير شو يعني؟ يعني عاقل. جير انا جيرة. انا اسمي الحقيقي هرجير، معناتها دائما عاقل. لا جد؟ اي جد. بدك هوية؟ لا 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 لا، مصدقتك مصدقتك. بتعرف شويتر؟ نعم. شويتر شو هيدي؟ شويتر؟ لا اكيد كنت تعرفوها. شو شويتر؟ ما بعرف. او اي دونت نو وات ذات از. طيب من اي بلد عربي؟ لا. عراقي؟ هي. لا. مصر؟ لا. لبناني؟ لبناني؟ يمكن. لا. هو بالخليج. اه بالخليج. يلا كويت؟ لا. قطر؟ قربت. حلويات هي غشاشون. كمل معمول، معناتها نحن نقولوا مقروض في تونس. انت مبرومه يعني؟ لا. على مثل القطايف يعني؟ لا مثل الدجالي. اوكي مثل ما بدك. لونها هيك احمر وعليها مكسرات. جيلي. اوكي. بحرين لازم تروح على البحرين تاكلها. يلا يلا بنروح على البحرين. يلا يلا. في طياره؟ يلا. متابعينا مش نفوت نشوف الشيف شو طبخنا لليوم. معي اليوم كان حلوى الشويتر يلي هي من أشهر حلويات البحرين، وبتنسب لأحدى العائلات البحرينية اللي اشتهرت بصناعتها من 150 سنة. هالحلوى اللي بتشبه الجيلي أو الجيلو يلي بتتكون من نشا الذرة والزعفران والمكسرات، بينقال أنه انتقلت للثقافة البحرينية قادمة من العراق. وألف صحة مشاهدين. أو هلأ شو إجا الوقت؟ إجا الوقت نشوف مين ربح معنا بحلقة اليوم. حلويات الشويتر من أي بلد؟ من أي بلد خليجي؟ سعودية. لا لا. قطر. يلا. لا. إمارات. لا. بحرين. إيه. بحرين. إيه. وصلت. الحمد لله. إذا قلت لي شو هي عبارة عن شو رح تربح؟ ها جلجلان جلي. ها من ربحه رمضان كريم 500 كرون من اس اي موبلر. حنعطيه شيء للسينجل. للسينجل
500 كرون. أو شكراً كثير. شكراً. من أسئة مبلور. أوكي. هيك ساعتها. شكراً. تجيب مفروشات. من أسئة مبلور. أوكي. شكراً. رح ربحك هلا 200 كرون من عند شامي سنتر بشار هولمن. هيك بتاخدهم هلا. بتجيب لهم حلو عصير بعد الفطور بتتسلوا. أوكي. أنا حربحهم 200 كرون من عند الشامي سنتر سوبر ماركت بشار هولمن. مين متزوج يا جماعة لنربحه يعني أنا فندق لشخصين؟ الحمد لله الحمد لله. فندق جامبو ستي، تعرف أيرلندا؟ أيرلندا في هيك مثل فندق على شكل طائرة. طائرة هو هذا. ايه بتحكي معهم على هذا الرقم التليفون بتقلهم بدي بيعطوك الغرفة. حلو كثير. رمضان كبير كبير كريم صايم يا حرام. تابعوا طبق وبلد على الكومبيس. رمضان كريم، تابعوا الكومبيس. رمضان تامبيروس، تشاوروان بلا كومبيس. خلصت حلقتنا لليوم، طبعا نشوفكم بكرة بنفس الموعد، طبق وبلد على الكومبيس.